السادسة صباحا الرابعة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أفاد التلفزيون السوري بشن إسرائيل هجوما على منطقة تل الحارة بريف درعا جنوبي البلاد، وأوضح التلفزيون أن أضرار العدوان الإسرائيلي اقتصرت على الماديات دون ذكر مزيد من التفاصيل. دعا وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان إيران للالتزام بالاتفاق النووي واتخاذ الخطوات الضرورية لضمان عدم تصعيد التوتر بالخليج. تصريحات لودريان جاءت خلال استقباله نائب وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي في باريس. من جانبه أكد عرقجي أن بلاده ستؤمن الملاحة في مضيق هرمز ولن تسمح بتعطيلها. يتولى اليوم الأربعاء بوريس جونسون مهام منصبه رئيسا لوزراء بريطانيا خلفا لتريزا ماي بعد زيارة للملكة إليزابيث الثانية التي ستكلفه بتشكيل الحكومة المقبلة، ويأتي ذلك بعد يوم من فوز جونسون بزعامة حزب المحافظين، والذي وعد في خطاب ألقاه بعد إعلان فوزه بتنفيذ خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي. أدى مارك أسبر اليمين الدستوري وزيرا للدفاع بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكان مجلس الشيوخ قد وافق في وقت سابق بأغلبية على تعيين أسبر وزيرا للدفاع بعد 7 أشهر من استقالة جيمس ماتس. يواجه منتخب مصر للشباب لكرة اليد تحت 21 عاما نظيره الصربي اليوم في دور 16 ببطولة العالم المقامة حاليا بإسبانيا، وكان منتخب مصر قد فاز على نظيره الفرنسي بنتيجة 37-32 في الجولة 5 والأخيرة بالمجموعة الثانية من البطولة، وتأهل المنتخب الوطني إلى الدور 16 كمتصدر للمجموعة برصيد 10 نقاط بعد أن حقق 5 انتصارات متتالية على منتخبات أستراليا ونيجيريا والسويد وكوريا الجنوبية وأخيرا على فرنسا، ليصبح أول منتخب غير أوروبي يحقق الفوز في جميع مباريات الدور الأول منذ عام 2009. انتهى الموجز. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم.